السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي مع درس جديد من دروس اللغة العربية في المحور الثالث مجتمعي. الموضوع الأول السوق المصري، ودرسنا اليوم بعنوان حروف الجر والاسم المجرور. اتكلمنا قبل كده عن أقسام الكلام وعرفنا إن الكلمة تتكون من اسم وفعل وحرف. جميل، النهاردة نتكلم عن قسم من أقسام الكلام اللي هو الحروف. تعالي نتعرف بس الأول على بعض الأمثلة. سافرت إلى القرية شتاء. كن محبا للعلوم والمعارف. وضع أحمد كتابه في الحقيبة. قرأت عن البورصة. استمتع بالطيور. بيقول لي يا اولاد لو احنا بصينا كده للامثله اللي موجوده قدامي هلاقي معايا بعض الحروف اللي هي الى وحرف اللام وفي وعن وحرف الباء. الحروف دي كلها قال لي هي حروف للجر. طب تعالى نتعرف على معنى الحرف. ان الحرف لا يظهر معناه الا مع غيره، وهو قسم زي ما قلنا من اقسام الكلمه. يعني الحرف لوحده ملهوش معنى الا اذا اتى مع غيره من الكلام، زي ما قلنا ان احنا هناخد جزء او من انواع الحروف اللي هو حروف الجر. تعالى نتعرف على حروف الجر. عندي نوعين الحروف. حروف الجر حروف منفصلة، أي بتأتي كلمة واحدة في الجملة، وحروف متصلة. الحروف المنفصلة من وإلى وعن وعلى وفي. أما الحروف المتصلة الكاف واللام والباء، أي بتتصل بالاسم اللي بعديها. جميل، يبقى الحروف المنفصلة بتسبق الاسم مباشرة، والمتصلة بتتصل هي أيضا حروف الجر ولكنها متصلة بالاسم، يعني لا تكتب منفردة. بيقول يا اولاد من شروط حروف الجر ان هي لا تدخل الا على الاسماء فقط، يعني لا يصح ان يسبق الفعل حرف من حروف الجر، ويسمى الاسم الواقع بعد حرف الجر هو الاسم المجرور. مثال بيقول لدي كثير من الاصدقاء. لدي يعني عندي كثير من الاصدقاء، حرف الجر اللي عندي اللي هو حرف ايه؟ من. جميل، ويصبح الاصدقاء هو الاسم المجرور. وطبعا من ده حرف من حروف الجر المنفصلة عشان جاية الوحدة مش متصلة بالاسم اللي بعديها، والأصدقاء هيبقى الاسم المجرور. جميل. قم للمعلم وفيه التبجيلة. قال لي هنا حرف الجر طبعا عندي حرف اللام، وهنا زي ما شايفين متصل في كلمة المعلم، هنا كلمة المعلم، فطبعا ما ينفعش نصل اللام بحرف الألف في اللي هو أداة التعريف اللي هي ال، فبنحذف الألف وبنضع اللام، وحرف طبعا اللام ده من حروف الجر المتصلة، ويبقى الاسم المجرور عندي كلمة المعلم. تعال نشوف يا اولاد تدريب معانا. بيقول لي استخرج الاسم المجرور ثم بين سبب الجر. معايا اول مثال بيقول لي للتدخين اضرار كثيره. طبعا قبل ما استخرج الاسم المجرور لازم ادور على حرف الجر اللي هو جر الاسم. عندي هنا حرف الجر اللي معايا حرف اللام، يبقى الاسم المجرور اللي عندي كلمه التدخين. جميل، وطبعا سبب الجر ان هو سبقه حرف الايه؟ اللام. بيقول يا اولاد هناخد علامات الجر. خدنا قبل كده علامات الرفع، خدنا علامات الرفع الاصليه اللي هي الضمه والواو في حاله الجمع المذكر والالف في حاله المثنى، وخدوا النصب اللي هي الفتحه ودي علامه اصليه في المفرد وجمع التكسير، والكسره في جمع المؤنث السالم، والياء في المثنى وجمع المذكر. النهارده نتعرف على علامه الجر. قال لي يجر الاسم المجرور بالكسره. طب امتى يجر بالكسره؟ اذا كان الكلمه تدل على مفرد، وزي ما هنعرف جمع تكسير وجمع مؤنث سالم. بيقول لي حلقت الطائره في السماء. تعالى كده نبحث عن الاسم المجرور كلمه
السماء. السماء جميل. ليه قلنا السماء اسم مجرور؟ عشان لا. يسبقها حرف جر اللي هو فيه. فيه جميل. يبقى هنا الاسم المجرور عندي كلمة الايه؟ السماء وسبقها حرف الجر. طب هنا علامة الجر دي كلمة بتدل على المفرد، يبقى هنا مجرورة بالايه؟ بالكسر. بالكسر زي ما احنا شايفين كده ضبطناها بالكسر. بيقول لي الاسم المجرور السماء، العلامة الكسرة، السبب لأنه ايه؟ مفرد. سؤال ليه حبايبنا المتفوقين، حدد حرف الجر والاسم المجرور. استيقظ الطفل على صوت العصافير. جميل. يبقى هنا هنحدد الحرف الجر والاسم الايه المجرور، وهننتظر اجاباتكم في التعليقات. طيب بيقول لي ايضا يجر الاسم بالكسرة اذا كان جمع تكسير. فاكرين جمع التكسير قلنا هو ما دل على اكثر من اثنتين، وقلنا طبعا ما بيكونش ليه نهايه ثابته، ويكون طبعا اما باضافه حروف او حذف حروف او تبديل، وسميناه جمع تكسير. معايا اول مثال بيقول يجب على التلاميذ احترام المعلم. هنبحث عن الكلمه التي تدل على الجمع، كلمه التلاميذ، وطبعا ده جمع ايه؟ تكسير. تكسير. طيب هنا التلاميذ سبقها حرف جر على، يبقى هنا التلاميذ هي اسم ايه؟ اسم المجرور. الاسم المجرور، وقلنا العلامه طبعا مجرور بالكسره، والسبب لانه سبقه جمع تكسير. جمع تكسير وسبقه حرف على اللي هو الجر. ايضا جمع المؤنث السالم، يبقى احنا تاني كده تعال نفكر نفسنا، يبقى الاسم اذا كان مفرد او جمع تكسير يجر بالايه؟ بالكسر. طب تعال نشوف كده اذا كان جمع مؤنث سالم. المثال بيقول احتفلت المدرسه بالطالبات. جميل. كلمه الطالبات سبقها حرف الجر ايه؟ الباء. يبقى ده اسم مجرور. شايفين كده في ايه؟ هنا كسره على حرف التاء، يبقى هنا علامه الجر لجمع المؤنث السالم من هو الايه؟ الكسره. بيقول لي الاسم المجرور كلمه الطالبات سبقها حرف الجر الباء والعلامه الكسره والسبب لانه جمع مؤنث سالم. تعالي معايا تدريب. بيقول لك حدد الاسم المجرور واذكر علامته والسبب. القيت كلمه في الاذاعه. طبعا الاسم المجرور هيبقى الاذاعه لانه يسبقه حرف الجر فيه، والعلامه هتبقى الكسره عشان الكلمه مفرد، والسبب لانه ايه؟ طبعا زي ما قلنا مفرد. يبقى الاسم المجرور الاذاعه، العلامه قلنا الكسره، والسبب مفرد. تعالوا نتعرف يا اولاد على ضبط الاسم المجرور. طبعا الاسم المجرور قلنا بيكون مجرور قلنا بالكسره اذا كان مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. يعني هنا هنضبط الحرف الاخير بالايه؟ بالكسر. تعالوا نشوف اول مثال بيقول نصل الى النجاح بالجد والاجتهاد. جميل. يبقى انا عندي الاسم المجرور كلمه النجاح، وطبعا لانه سبقها حرف الجر ايه؟ الى، وطبعا هنا ضبطناه بالايه؟ بالكسر. فاجأت صديقي بهدية جميلة. فاجأت صديقي بهدية جميلة. بص كده، تعالى كلمة هدية سبقها حرف الجر ايه؟ الباء. طب احنا عاشينها حركتين اللي هي الايه؟ القانون بالكسر، لان الكلمة ايه؟ نكرة، وايضا هي مجرورة بالكسرة. يعني هنا مش معنى ان انا حطيت تنوين يبقى مجرورة بحركة غير الكسرة، ولكن هنا التنوين او التشكيل لابد الضبط يكون صحيح، وهنا تنوين بالايه؟ بالكسر. المثال بعد كده بيقول سلمت على الفائزات. جميل. الكلمه المجروره الاسم المجرور الفائزات لانها سبقها حرف الجر على، وطبعا هتبقى برضو ايضا مجروره بالكسر. بالكسر. سؤال لحبايبنا المتفوقين. السؤال بيقول ضع خطا تحت الخطا ثم صوبه. هنا في كلمه خطا، شوف بقى خطا في الكتابه، في التشكيل، في علامه الاعراب، وصوب هذا الخطا، وننتظر اجاباتكم في التعليقات. بيقول لي عندي اولاد بعض الملاحظات. الملاحظات، هناك كلمات تنتهي بواو ونون وياء ونون وتكون جمع تكسير، اي ليست جمع مذكر سالم. جميل. قال لي زي كلمات فنون، شياطين، مساكين، ميادين، وعناوين. الياء والنون غير زائدة، دي كلمة أصلية وأيضا غير عقل. مررت على ميادين كثيرة. بمعنى كده إن هي ليست جمع مذكر سالم، فهي جمع تكسير، وإن جمع تكسير يجر بالإيه؟ بالكسرة. بالكسرة. جميل، برافو عليكم. يبقى هنا مررت على ميادين كثيرة، كلمة ميادين هتاخد إيه؟ اسمه على ميادين كثيرة. مرر الكسرة لأنها جمع. جميل.
أيضا هناك كلمات تنتهي بألف وتاء وتكون جمع تكسير، يعني ليست جمع مؤنث سالم، لأن الألف والتاء قلنا ليست زائدة على صورة المفرد المذكر، فهنا أموات الألف والتاء زائدة، لا ينفع أن نحذفها وتصبح كلمة مفردة. كلمة أقوات، كلمة أصوات، كلمة أبيات. وبذلك إذا طلب مني إنه إحنا نعرف كلمة زي المثال اللي معايا، يتحدث الجميع بأصوات عالية، خد بالك أنا ضبطها بالإيه؟ بالكسر. بالكسر، اللي هي لأنها اسم مجرور وعلامة جر الكسر. جميل. جمع تكسير. جمع تكسير. وصلنا لسؤال حبايبنا المتفوقين، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. أعطيت مالا للمساكين، هنا علامة الإعراب، طالب هتكون الألف أم الياء أم الكسرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، على وعد بلقاء آخر في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.